السيدة الأولى قالت أخواني وأخواتي، 24 أبريل 2020 يبدأ الأسبوع الإفريقي للتطعيم وينتهي في 30 من نفس الشهر. بلدنا تشاد مثل الدول الأفريقية الآخرة، ومنظمة الصحة العالمية بتطلب منها التدخل بكل نجاح في الحملة التطعيمية دي وبكل الوسائل لتستهدف الأطفال العمرهم من 0 إلى 11 شهر والنساء الحوامل. وبصفتي المتواضعة كسيدة أولى واجبي أدعو كل واحد منكم عشان يشيل التدابير الصحية لننفذوا الخطوة دي، عشان هي واحدة من الالتزامات القوية للقادة الأفارقة. وتؤكد كذلك الإعلان هنا أديس أبابا حول التطعيم والالتزامات العشرة. الخطوة دي هي أيضا شالتها المنظمة هنا سيدات الأول بإفريقيا من أجل التنمية، وهدفها القيام بخطوة واسعة من التعبئة والشعور بها باعتبارها وسيلة قوية من أجل حماية هنا السكان من الأمراض الشنة. عشان ده الموضوع هنا الدورة دي من الأسبوع الإفريقي للتطعيم يخط في مقدمته ضرورة الالتزام الجماعي لصالح التطعيم الممكن ينقذ حياتنا. نعم، موضوع التطعيم ما شعار عادي بس، لكن بترجم الحقيقة عشان التطعيم يكون للأطفال الرضع والنساء الحوامل بدون أي تمييز، وعشان نتفادى مختلف الأمراض مثل الأمكنيانيانج، الالتهاب هنا الكبد، والأمراض هنا السؤال، السل والمنجيت إلى آخر. وده عشان يعتبر التطعيم الدولي قائمة شمولية تساهم بطريقة واسعة للوصول للأهداف التنمية المستدامة. وفي الحالة دي وللأهمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للتطعيم، فإن بلدنا تشاد قامت باستثمارات مقدرة في مجال عن التطعيم عشان تقوي السياسة عن التطعيم الدولي اللي بتتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021 واللي بتخص تحسين وجودة عن حياة التشاديين. وبدأ فخمت رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو رفع الميزانية السنوية المتعلقة بالتطعيم إلى 3 مليارات فرنك سيفا. السيدة الأولى قالت أخواني وأخواتي الأعزاء، الاستثمار الجديد لصالح التطعيم سمح لنا تنفيذ وتحقيق الكثير من التقدم، خاصة الوقفين هنا انتشار هنا مرض هنا الشلل، الفيروس المتوحش البيئيق التتنوس في الأمهات والأطفال الذهاب ولدهم، وبخفف الحساسية لبعض الأمراض مثل السعال السهاي والتهابنا الكبد والمنجيد. وابتداء من التطورات القوية والملحوظة والإشارات في مجال التطعيم الروتيني قايدة في نسبة هنا 37% حسب المعطيات الأخيرة في التحقيق الوطني حول التغطية التطعيمية البقى تنفيذها في العام 2017. وعشان ده واجب علينا نزيد من جهودنا ورغبتنا من أجل تحسين هذه المعطيات ونكسب الرهان فيما يخص التطعيم الدولي اللي هو حقيقة من اهتمامات بلدنا تشاد. والتطعيم ده مجاني ومتوفر في جميع المراكز الصحية، ويجب علينا ببساطة نطعم أطفالنا ونطلب من النساء الحوامل احترام هذه الخطوة البسيطة والحيوية دي. وعشان ده أدعو الآباء الأعزاء بأن يرسلوا جميع أبنائهم للمراكز الصحية القريبة من أجل التطعيم. وفي الوقت نفسه أشجع بكل جدية الحوامل ليقوموا بالتطعيم حسب التوصيات الموجهة من عمال هنا الصحة. السيدة الأولى قالت أخواني وأخواتي الأعزاء، التطعيم هنا السنة دي جاء في وقت هنا وبا هنا كورونا فيروس، لكن كل الإجراءات اتخذوها من أجل إقامة الأسبوع الوطني للتطعيم. وفي تنقلاتكم هنا المراكز الصحية أطلب منكم ببساطة احترام الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها الحكومة، ومن بينها غسلين هنا الإيدين والتباعد الاجتماعي ولبس هنا الكمامات. وأدعو مرة أخرى وبقوة الشيوخ التقليديين ورجال الدين والجمعيات النسائية والشبابية وجميع الفاعلين في الحياة الاجتماعية عشان يزيدوا من عمليات هنا التوعية والإعلام لصالح التطعيم، وكذلك احترام الإجراءات المتعلقة بالكفاح ضد وباء هنا كورونا. سيدة الأولى قالت أخواني وإخواتي الأعزاء،
انتهز الفرصة دي لنحسسكم جميعا وأهني العاملين في القطاع الصحة وخاصة المكلفين بالتطعيم على استعدادهم وجاهزيتهم وأحسهم بالمسؤولية. أوجه شكري الخاص إلى جميع الشركاء الفنيين والماليين اللي رافقوا الحكومة في تنفيذ سياساتها الوطنية للتطعيم، وأوجه تهانيي الخالصة لأن الدورة العاشرة من الأسبوع الإفريقي للتطعيم بأن تكون في تطلعاتنا المشروعة. أشكرك.